سليم، لو مفاجأة من مفاجآتك قولي بس كده ما تجرجرنيش. طيب طيب خلاص أنا جاية دلوقتي حالا. خلاص مسافة السكة ماشي أوكي باي. في ايه يا استاذ مروان؟ سليم ماله؟ تعالي وانا هاخدك ليه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا سليم؟ ايه اللي حصل؟ مريض مات يا سليم. تحت ايدي وانا بعمل له العمليه. هو المريض ده مصري؟ ها؟ لا. طيب ما تكلموا دكتور السفاره علشان يعمل له شهاده الوفاه والاجراءات اللازمه. مش هينفع دكتوره سلمى، مش هينفع نكلم السفاره. ايه؟ هو بيعمل عملية ايه؟ زرع عضلة. سلمى سلمى استنى بس. صدقيني دي أول مرة أعمل فيها حاجة. لا اوعى تقول أول مرة. لا أنا اللي كنت غبية. لا عملياتك اللي بتتم بالليل ولا النعمة اللي بنت عليك فجأة تقول إن دي أول مرة. ويا ريتك بتغامر بمستقبلك وبس. أنت كمان بتغامر بمستقبل. أنت مدرك أنت عملت إيه؟ أنت فاهم أنت بتعمل إيه؟ إيه دي طيب؟ لا مش عادة، مش عادة، دي جريمة. ممكن نأجل حسابكم ده لبعدين؟ نخش نتكلم جوه أحسن. حسابكم أنتم. انتم الاثنين، انا مش طرف في الموضوع. لو سمحت يا دكتوره من فضلك نخش نتكلم جوه من فضلك.